لم يكن مجرد عالم آثار، بل كان باحثاً تاريخياً ومكتشفاً حقيقياً للعديد من المنحوتات والمدافن الأثرية المهمة، ومنها منحوتة حسناء تدمر التي صنفت وفق المعايير الأثرية العالمية بأنها من أروع المنحوتات وأكثرها جمالاً على الإطلاق. خالد الأسعد، عالم الآثار السوري، ولد في الأول من كانون الثاني من عام 1934، شغل منصب مدير آثار ومتاحف تدمر بين عامي 1963 وعام 2003. جذب العلامة الشهيد خالد الأسعد اهتمام البعثات الأثرية من داخل سوريا وخارجها التي عملت في مدينة تدمر، لما كان له دور بالغ الأثر في حماية أوابد عروس الصحراء الأثرية وترميمها والحفاظ عليها ككنز حضاري للأجيال. حصل الأسعد على إجازة بالتاريخ وعلى دبلوم في التربية ليجذبه العمل بالآثار منذ عام 1962 كرئيس للدراسات والتنقيب في مديرية الآثار بدمشق وقصر العظم، قبل أن يستقر في محبوبته تدمر حتى ارتقائه شهيداً في 18 من آب من عام 2015 على يد تنظيم داعش الإرهابي عن عمر قارب 82 عاماً. للشهيد أسعد العديد من الإنجازات والأبحاث والجوائز العالمية التي نالها من عدة دول أجنبية وعربية، إضافة إلى ترجمته للنصوص والمخطوطات الآرامية التدمرية وترأسه العديد من المناصب في مجال الآثار والتنقيب، ومنها مدير الجانب السوري في جميع البعثات السورية والأجنبية المشتركة العاملة في تدمر. تبقى إسهامات الشهيد الأسعد الحضارية والثقافية مرجعاً ومؤلاً لكل الباحثين والمهتمين بالتاريخ من خلال إنجازه العديد من الأبحاث والدراسات التي نشر معظمها بخمس لغات حية بمشاركة بعض الباحثين في البعثات الأجنبية، ومنها مرحباً بكم في تدمر، الدليل السياحي الأول في تدمر بالاشتراك مع عبيد طه وقصر الحير الشرقي وتدمر أثرياً وتاريخياً والمنحوتات التدمرية وغيرها.